شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا الذهب والفضة شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب Thank you.
بتعتقلوا كل الشباب والرجال اللي عمرهم بين 18 و 40 سنة، وبتسكروا كل المنافذ المؤدية لحارة الجورة وباب السلام ضمن الخطة الموضوعة، مفهوم؟ حاضر سيدي. نفذ عسكري. المجموعة الأولى رح تكون بقيادة الرقيب سالم. مهمتكم تسكروا كل المنافذ اللي بتودي على باب توما. المجموعة الثانية قيادة الرقيب زاهر. مهمتكم تسكروا المنفذ اللي بيودي على حارة اليهود. المجموعة الثالثة المداهمة. مهمتكم اقتحام كل البيوت والمحلات والحوانيت. واعتقال كل الرجال والشباب اللي عمرهم بين 18 سنة وال 40 سنة. ما بدي الطير الطاير يفوت أو يطلع من الإمارية خلال هالمرحلة. مفهوم؟ حاضر سيدي. حرك. شو صاير عبيت؟ شوفي لك الظاهر بدهم ياخذونا قدر هالاندار. حولوا لكم يا رجال. قولوا الله يا شباب. خير ان شاء الله. الكلاب الفرنساوي فاتوا على الحاره لك صبوعي. انا رح خبر المعلم. وانا رح خبر المختار. ويلا يلا. الفرنساوي مداهمين الحارة وعم يعطوا الخلايا على أبو جنب. يا باطل، معناه أولاد الظلال خلوا الهدنة. هيك الظاهر. اسمع شو بدي لك، بتروح بتلم الشباب بتخليهم يستنوني بالحارة، وأنا رفت عينكم على الكل. أمرك. أوام. خبرنا شو اللي صاير. عم اللي صار انه الفرنساوي خرق الهدنه. يخرب بيتهم للانجاس، ما على كلام من رباط. بالنهار اعطونا المهنه ولا سحبوا كلامهم. وليكن ليكن عم يضربوا الحاره. الفرنساوي من يوم يومه مع كلام رباط يا عمي ابو عزيز، لهيك ما في قدامنا غير المجابهه. لعيونك. الله اكبر. الله اكبر. هذا العشم فيكن يا رجال. الحارة شرفنا وعرضنا، وفوتت الفرنساوي عليها عار علينا لولد الولد. ولخسروا على الحارة وفينا روح. حسنت عيونك. حسنوا عبد العباس وفينا روح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لهيك كل ثلاث أربع تنفار بيستلموا مدخل من مداخل الحارة، والفرنساوي ما بيفوت عليها وفينا نفس عم يطلع وينزل. معين حكمة بهجة فندي مالي شايفهم يا أبو عزيز،
معقول لهلا ما دريوا بالشيء اللي صاير بالحارة؟ معقول ما حدا دري بالرواية لهلا والفشك لكن ولا هدي بالحارة؟ لكان وين الجماعة؟ لازم يجوا ويساندونا بهالبلية. شرف معي سيدي شرف. شرف. أنا واثق إنه هو الأسرع كلهم اللي جابهم واللي رح يجيبهم بعدين ما لهم أي علاقة بالموضوع. أنا مش قادر أفهم هي العقلية الغبية الأمنية تبع كولونيل فرانس. عم يسوي الكولونيل فرانس رح يفتح علينا أبواب جهنم ورح يزيد عمليات التمرد والعصيان علينا. وي صحيح سيسكو جوفود غير أفن كوست إديوت إلفيس بارسون كولونيل فرانس أبرن إن لسون إنوبليابل. Vous avez raison, colonel. الحاكم العسكري ما بعرف مين ولك حيوان؟ ما بعرف. مين قتل الحاكم العسكري لك؟ ما احكي انت يا ولد؟ احكي ولد؟ مين؟ معكن حتى المساء. يا بتقولوا مين يا ما رح تشوفوا شي ما بيعجبكن ابدا. حيوانات اغبياء. ما بك رحمة ابدا. أبصر شو صاير بالشام الله يستر. أمشي أمشي.
فريدة. أهلين وسهلين، تفضل تفضل أخي. معقول؟ معقول الحكي؟ هيك ما بيصير. الظاهر هذا الكولونيل ما عاد حمله عقله، ما رح يرتاح لحتى يقتل نص أهل الشام. اسم الصليب، لهالدرجة ظالم؟ لهالدرجة ما عنده رحمة؟ مو بس هيك، هذا الزلمة سفاح خالتي، سفاح. العذرة تكون مع أهلنا بالآمرية، العذرة تحميهم. آمين. خالته حط لك لقمة تاكل. والله ما هي نفس الأكل يا خالتي، بعد هالشوفات اللي عم شوفها ما هي نفس. إيه والله معك حق. الفرنساوية معبيين الحواري والناس كلها خايفة وعم تتراكد على بيوتها. قولي على قامتي أبوك ولا يكون صاير له شيء. لك أمي شو على قولك أمي شو الحكي؟ كل ما بده يصير خناقة مشان بدك تخافي على أبي. شو هالحكي؟ إذا ما خفت على أبوك على مين بدي خاف؟ في على قامتي والله إذا بيصير له شيء أنا بقتل حالي، بدي روح أدور عليها. طولي بالك، خلص تمام طولي بالك. واصف سرور. مور عمي، الفرنساويين مو مصلين على النبي، غدروا بأهلنا وأخواننا بالإمارية على قتل وضرب واعتقال، من مبارح محاصرين الإمارية. أوامرك عمي. أنت واصف بتخبروا الشباب خلينا نستعد ويستنوني بستان الذهبي، وقبل غياب الشمس تكون عندكم. طيب والخان عمي؟ سرور ما في أغلى من الشرف. أمرك عمي. شرف واصف. قوة إلا بالله. قالك شيليها من إيدك هلا بدك إبليس. يا ستي يا حبة قلبي، مو سمعانة الأصوات اللي برا؟ وعم بيقولوا إنه الفرنساوي عم يفوتوا على البيوت كمان. إيه أنا خايفة تأذي حالك ولا يصير لك شي كاينة. بعدين أنا وين رحت؟ إيه والله والله ما حدا يهوب منهم لهون لحتى خليه يلعن اليوم يلي أمه ولدته فيه. هلا بتشوف. I'm safe.
شو الاخبار يا فخري؟ سيدي عم نواجه مقاومة كثير عنيفة من اهالي الحي وما فينا عم نتقدم بالشكل السهل، لأنه جنودنا عم تكون اهداف كثير سهلة بالنسبة لهم. بتشددوا الحصار عليهم ما بدي أي منفذ، إذا قدرتوا تمنعوا الهوا منعوا، مفهوم؟ مفهوم سيدي. وما تتردد بقتل أي مسلح بيوقف وشك. تابع عمان. كرام. الامور مكركبة كثير بالحارة، الفرنساوي صار ضايق بكثير من رجال وشباب الحارة، ونحن مصفي عن عنا لا بشك ولا مومي. لك شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم بقول لك، وهذا ثالث يوم من الحصار وشبابنا مو ضايقين النوم، وقال الفرنساوي ما بيفك حصاره على الحارة لحتى نسلمه اللي حاول يضرب الحاكم العسكري. اسمع شو بدي لك طلال. قول. بتروح بتبلغ الشباب، بضلوا مواظبين على مداخل الحارة، الفرنساوي ما بيفوت ولا على دمهم، رح بروح بشاور إجبارية وبرجع لك. لعيونك صار. سيف محلي عشروا يا ابني عشروا، دخلوا يا جوا حاكين جوا، والشهداء خذوهم على الجامع. اهلين عمي حمزه. اهلين وسهلين. يا عمي حمزه قل لي شو الاخبار؟ الاخبار ما ببشر بنوب يا عمي، ما ببشر بنوب. الله اكبر. والشباب نفذت المونه ونفذ سلاحهم، صوص ابن يومين ما بيحسن يفوت. هذا الحكي مصيبة. مصيبة يا شيخ عبد الرحمن، قول كارثة. والفرنساوي عم يقول ما حيحل عن الحارة غير يسلم الفاعلين اللي حاول يخطفوا الحاكم الفرنسي. والعمل يا جماعة. عمي شو بتشوروا علي؟ أنا جاهز ولو على دمي والله. خليني أفوت لجوا وشوف شو بدنا نعمل. تفضل. شكلوا المداخل كلها يا رجال، كل المداخل. من آخره يا جماعة، هات. الفرنساوية ما رح يحلوا عن البلد لحتى يمسكوا يلي حاولوا خطف الحاكم العسكري. أخي بدنا دوبارة هلأ لندخل الفشك والمونة، وإلا بصير المصيبة أعظم. لك مين كان حاسب الحساب؟ وصار هلأ بدنا حل. أكيد كولونيل أمل الجديد ورا هالمشكلة هي، لأنه عم يقولوا عنه إنه داهية وحاطط الشر بين عيونه. أخي الجديد ولا القديم؟ كل واحد ألعن من الثاني وأدق رقبه. أحكي لك كلمة عمي حمزة، ليش ساكي؟ والله يا عمي شو بتشوروا علي؟ انا جاهز من ايدكم هي لايدكم هي، بما انه انا سبب هالبليه. عمي حمزه لا تحكي الكلام، لا تحكي. الفرنساوي مو بحاجه اعذار حتى يعمل هالعمايل الخايسه. يلي صار صار، هلا اتركونا من الحديث وخلونا بالمصيبه اللي نحن فيها. معقول ابو طالب الانواتي ما دري لهلا بالشيء اللي صاير فينا يا جماعه؟ وشو السبب اللي بيخليهم يحصلوا الأمرية بهالشكل؟ في نفر من الإمارية يا أبي دايس على طرف الفرنساوي. طيب هو شو عمل حتى يبعثوا له جيوش جرارة مثل ما فهمنا؟ محاول يخطف الحاكم العسكري ليبادر فيه بأسرانا. يحرس دينه على هالعملة؟ هيك قد في وحدة الحاكم العسكري؟ لسه الدنيا بخير يا بنتي. ومشان نفر واحد بيحاصر الإمارية يا أبي؟ تخميناتي صالحة أنه مسؤول الأمن الجديد لقاها فرصة يضرب عصفورين بحجر واحد ويربي أهل الشام بهالمشكل. ليش عينوا واحد جديد؟ ايه نعم يا بنتي، وعم بيقولوا مو مسمي بالرحمن، الله يستر. يبعت له حمش وما في بقلبه رحمة، بيقوم بيخنق أهل الحارة كلياتها. المحتل ما بيعرف الرحمة يا أم طالب، ليش اسمه محتل؟ بس مثل ما شفنا عسكر الفرنساوية عم ينغلوا نغلب حارات الشام يا أبي. ايه مزبوط يا أبي، بحارة الستماري بالقصاع وهون عنا بالحارة، بس شو دخل هي بهي؟ مشان حارات الشام ما تساعد أهل الإمارية.
وانتوا رح تتركوا اهالي الأمرية لحاله؟ مين قال الحكي لك بنتي؟ لكن امتى يا ابي امتى؟ اسمعي يا بنتي، قالوا له يا رمضان ليش ما بتجيب شعبان؟ قال لهم كل شيء بوقته حلو، وفعلا كل شيء بوقته حلو. كملوا كملوا، رح شوف مين ورجع. كملوا أكلكم أمي، كملوا أكلكم. لك تعيلو تعيلو، لوين رايحة؟ أمي ما عجبتني هالدقة، خايف يكونوا عسكر الفرنساوية حكي ما عم يفارقوا الحارة. لك تعيلو، هلأ أبوكي بخانك وعيط عليكي، لوين رايحة؟ مش عارفين عاش حلاجها. لك تعالي، جانا مرسال من عيان الإمارية. وينو؟ شحوا معي. لوني شرف، شو الاخبار؟ والله يا عمي على حطه ايدك، العسكر الفرنساوي عم يفتش ويسالك على الخروج الجاي. اسمعني على خير لاحق. ماشي يا عمي، السلام عليكم. السلام والصلاة على خير الأنام. الفزعة الفزعة يا أهل الحمية، الفزعة 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 يا أهل الحمية، والصلاة على خير الأنام. الفزعة يا أهل الحمية. طالب ما ترسوا الباب منيح بغيابي ولا تفتحوا لمخلوق يقلقها. ليش لوين رايح؟ محل ماني رايح يا هرمي. شي الله معك تقبرني مهونة. الله يرضى عليكم ويستركم ويستروا. ام طالب، انا عم بقول يعني هاليومين بلا روحتهم لعند معلمة الخياطة لبين ما تهدى الامور. بس يا بي انا خايفة تطول هالقصة، والست ماري خطي عندها زنقة شغل. مريم انت شايفة حال البلاد، قلتيها بعد بتلسانك، الفرنساوي عم ينقل نغل بالحواري. بلاها لك أبي بلاها. اسمعي كلمة أبوك يا أمي، أبوك هون حقه يخاف عليكم. يو خلص يا أبي مثل ما بدك. الله يرضى عليكم. الله معك، الله معك، الله معك. الحامي يحميك بحماه، الحفيظ يحفظك. الفزعة يا أهل العدية، اتسكرت المعابر وداء الحال والعدو مسمو جبار. ولدكم حمزة أبو العباس. مريم لوين رايحة؟ روح تطمن على أبوكي. اسمحوا على الحكي، شو أبوكي ولد صغير لتطمني عليه؟ والله أمك ما تقدر تقيمي قيامتك. والله ما لي قدراني، قلبي عم يغلي غلي. إيش بس قلبك اللي عم يغلي علي يا مريم؟ لا بس أنا لازم روح. هلا اسمعي لقلك، أنت لهي أمك لبين ما روح وارجع. الله يوفقك، لا تتأخري، والله ما تقدر تقيمي قيامتي وقيامتك. خلص لا تاكليها، موصلي رجعة. يا سرور يا سرور. عبا عبا علينا اختي، علينا. امريني الله يخليك. ابو طالب وينه؟ عبا عبا عم اسألك وينه، وين راح؟ ما بنعرف اختي، ما بنعرف. كيف ما بتعرف؟ اكيد بتعرف، عم تخبي عني. ان شاء الله قلي وينه. يا اختي ما بتعرفي طبع الوالد، لا بيحب حدا يعرف لا وين راح ولا وين اجا. والله بعرف هالشي، بس انا عم بترجاك. اختي والله بيزعل منها.
أخي أنت احكي وعليك الأمان، وأنا بوعدك إنه ما يزعل منك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. عشان الله احكي. أختي، إجا عمي أبو طالب لهون على الخان، وصانا بالشغل وطلع على حموري. وشو في إله بحموري؟ طلع لعند الشباب على المعسكر. أيوة. طلع ليفزع على أهالي الإمارية، لأنه عمي أبو طالب الله يخلينا إياه ويطول بعمره استنى أهالي الشام ورجاله ليجتمعوا بمكان واحد، ومثل ما بتعرفي الفرنساوي معرقل علينا الحركة. عن جد عم تحكي؟ أي والله يا أختي عن جد. يلا بخاطركم، مع السلامة. الله معك أختي، الله معك. نص ساعة وكونوا الأغراض عندي. شرف عاصم، شرف. مرحبا أمي. مرحبتين، يعطيك العافية. فات على النقاط. وين بحلا؟ تأخرت كثير يا أبو خضر. أنت أنا بدي لحق أعمل العشاء، شوية تانية بيجي الكولونيل. لا ست، الكولونيل ما له شيء، ومعك وقت للصبح. خير إن شاء الله. صاير معه شيء؟ اللي صاير ما بيتصدق. هذا الكولونيل محاصر الإمارية، ونازل تمسيك بالرجال والشباب، وما بيفكون لا يعرف مين هذا اللي حاول يخطف الحاكم. يا ويلاه يا أم عمان، شوف في ناس تصوبت وفي ناس انكمشت وندكت بالحبوس. عم اقول لك شغله بتجنن، الاماريه قايمه قاعده. يا رب تلطف يا رب. شو ذنب هالخلايا؟ ليش هيك عم يصير فيها؟ والله يا أم عمان خايف كثير على اهل الاماريه. انا والله خايف على اهل الاماريه. الله يكونوا بعونهم بجاه الحبيب. امين يا رب، امين. مريني يا خانو. كيفك أبو خضر؟ الحمد لله خانوم، الحمد لله. كأني سمعتكم زعلانين على المتمردين والمخربين. أعوذ بالله يا خانوم، شو الحكي؟ شو الحكي؟ يا خانو، الحكي بسرك. في ناس مساكين ما لهم ذنب، ليش لحتى يتأذوا من هالمجرمين؟ الله يهدهم إلهي. مزبوط، نحن كمان ما منريد يكون في لا مساكين ولا مظالم، بس لو أهل الإمارية تعاونوا مع السلطات الفرنسية ما كان صار هيك. معك حق يا خانوم، معلوم لك، معلوم. كفو شغل، طول العشاء. طرفة عينه بيخلص. دكار. سلام يا رجال. أهلين عم يا طالب. رفعتوا رأسنا، واجبنا. رفعتوا رأس الشام كله، واجبنا. ما بدنا نضوع الوقت عمي، ننقسم لثلاث مجموعات. أنا واتوا باب الجابية على مدخل بارتوما وحارة الجورة. أبشر يا كبير. الشاغور والميدان على الجهة الغربية. اعتبرها صارت عمي. صالحية وعمارة على الجهة القبلية. لعيونك عمي الطالب. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. أهلين بدر الدين. أهلين فيك. أنا جاي من شان. لا يا بدر الدين، أنت زينة شباب الشام. قول الله عمي، قول الله يا رب. قول الله. روح بدر. يلا احترام سيدي. طمني يا عابد. سيدي بصراحة لهلا ما قدرنا ندخل الحي. شو هالحكي؟ لهلا ما دخلتوا الحي؟ سيدي عم نواجه صعوبة بسبب مقاومة الأهالي. هذا الكلام كله ما بيهمني، لازم تدخلوا الحي بأي شكل. محاولات مستمرة سيدي، بس نحن بحاجة بعض التعزيزات. رح توصلكم كل التعزيزات. قبل ما يطلع الضوء لازم تدخلوا الحي، عم تفهم؟ إن شاء الله سيدي. صرف. احترام سيدي. أخذ.
الله الرحمن الرحيم. مين انت؟ وشو فوتك لهون يا ولد؟ خلصي سدي بوزك. انت شلون بتفوت على بيوت الناس بدون استئذان؟ اه شلون يا ولد؟ هذا مو شغلك. ليلي وين رجال البيت بسرعة؟ يعني وين بدهم يكونوا؟ بالساحة؟ كذابة! لك لأيامة قايمة وبدك ياهم يكونوا قاعدين بالبيوت؟ يا بشوم عليك، إيه معقولة الحكي؟ الرجال بالساحات يا ابني! كذابة! قليلي وين الرجال بسرعة! انت قديش عمرك يا ولد؟ آه؟ هيك أهلك علموك تحكي مع الكبار؟ من أنو حارة انت؟ آه؟ هلا انت من الشام؟ يا بشوم عليك. هلا احكي وين الرجال احسن ما تخرقها. لك قلت لك الرجال بالساحات، واذا مالك مصدقني دور وبحبش. يلا دور. رح نبحك للمره الاخيره. وين رجال البيت؟ رح تخرقها. شوف اذا بدك تطخني طخني، انا ماني خايفه منك. بعدين من امتى رجالنا بيحملوا سلاح بوش الحريم؟ ولك من امتى رجال البلد بيتقاتلوا مع بعضهم؟ من امتى؟ اه اللي يا ولد من امتى؟ هلا حاج كترك حكي وقولي لي وين الرجال. فاحكي معه ليش بكل أسف قواتنا عم تتعرض لأكثر من هجوم من خارج الإماريه. من خارج الإماريه؟ مين اللي عم يهاجم؟ لما يبدو إنه رجال دمشق احتشدوا لمناصرة أهل الإماريه. ورجالنا المنتشرين بكل أحياء الشام شو عم يعملوا؟
ما بعرف سيدي، بس هذا الشيء ما كان محسوب حسابه ابدا. معناتها اهالي الشام عم يناصروا المخربين اللي حاولوا يهينوا فخامه الحاكم العسكري. اسمع يا فخري، تبعت مجموعه عناصر يتجسسوا بكل احياء الشام، بدي اعرف منين عم يتم التجيش. امرك سيدي. وانا بعتقد يكونوا موجودين بالبساتين المجاوره للاحياء. صرف احترامي. يلا بسرعه. طول بالك ابني، طول بالك، الله يرضى عليك، طول بالك. ابني الله يرضى عليك، بدي اياك تتحمل حالك شويه. معلش شام قوام، حمي لي سكينه ثانيه منيح وجيبي لي شقفه وشويه زيت. قوام خليها تحمي الزيت ام حسين. ايه ايه ايه. حمي الزيت تقبريني. يلا, يلا حاضر. يلا حبيبتي يلا يلا يلا. والعمل هلا عم يا ابو طالب، رح نجهز ونعيد الكره من هون للصبح. بدنا نفتح طريق للإماريه حتى نوصل الفشك والمؤمن. شباب قول والله توزعوا يا رب. قول والله يا يلا يلا عمي يلا. طمني يا ابو لازم عدنان. سيدي اكتشفت مكان من ناصرين لاهل الاماريه. وين؟ سيدي باب شريف. متاكد انت؟ سيدي شفتهم بعيني. طيب بتارسل قوه لمهاجمتهم فورا، بس بتحاول انه ولا واحد منهم يموت، تعتقلون اعتقال. حاضر سيدي. صرف. امان 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 يا الله يا بدرو. الله حيو عمي بدر الدين، كمل. من صغر سني وانا طيار اطير من غصن لغصن، من جدار لجدار. روح على يرحم والدك. تعيش عمي صابر تعيش، الله محيي الشباب. دخيل اللي خلقها. روح اطلع كفي يا عمي يا طالب. هذا صوت الصيف يا عمي يا طالب. يلا طيب يا عم الطيب. شو في؟ عسكر الفرنساوي ساحفين صوبنا. شو عم تقول؟ الله وكيلك، الظاهر كاشفين امرنا. يا رجال على الخيل وبشكن على الكنيسه. يا الله يا شباب. يا رب. لا لا ولا لا يا بلالا شامي الذهب والفضة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك طراس بالذهب والفضة. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى، إلا العالي بهلا. الله 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 يا
توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى من دهن يقول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم علي